لان عندهم سفر اسمه سفر اخبار الايام الثانيه صح 21 بيتكلم عن واحد اسمه يهورام. يهورام ده مات وعنده 40 سنه، ابنه مسك مكان اللي اسمه اخازيا، اخازيا ابنه ده مسك بعده وعنده 42 سنه. اديني عقلك هاو كام، ما تدخلش على النافوخ. تدخل في العقل يا فندم، وادي حل مقترح. ده خط حياه يهورام الاب، وده خط حياه ابنه اخازيا. البدايه من هنا، الولاده اهي، بيستمر خط الحياه لحد سن 17 18 بيخلف ابنه اخازيا. هنا بيبتدي حياه اخازيا، اهي حياه اخازيا الخط اللي تحت. طيب يهورام مستمر من سن 17 لسن 32 بيتم تتويجه زي ما مكتوب. اخر سنتين في حياته من 38 ل 40 بيعي وبيموت. هنا بيحكم اخازيا للمره الاولى في سن 22 او قبل وفاه باباه بسنه في حياه والده في مرض والده. كانت فتره اضطرابات وفتره حكومه مضمحله سواء في حكمه او في حكم باباه زي ما موجود هنا، وبالتالي هو حكم سنة واحدة لحد سنة 23 اضطر انه يغادر الحكم، لان مكتوب في سفر اخبار التاني اصحاح 21 انه استولوا على يهوذا وفتحوها، وبالتالي ساب الحكم بعد سنة بسبب الاضطرابات في سن 23. استمرت الاضطرابات لحد ما قدر انه يحكم مرة تانية، حكموه مرة، خلوه يحكم مرة تانية في سن 42. ادي الحكم التاني يا فندم. استمر حكمه لمدة سنة وتوفى، خلصت مفيش اي مشاكل.